أرقام فرنسا واحد، أخذ أرقام نهائية بحسب انتخابات الرئاسية الهيئة الانتخابية يعني مصورينها. عايش الزمال جاب 1085 صوت بنسبة 25.86%، زهير المغزاوي 297 صوت فقط بنسبة 7.08، وقيس سعيد حصل على 2813 بنسبة تقارب 67.06%. لك الكلمة الأخيرة أستاذ بشير الشابي. والله كلمة أخيرة، أنا مش نعلق على ما قاله سعلي سعلي، وأنا بسمنا مراجعة كبيرة ياسر سعلي، مراجعات في الأحزاب، مراجعات في الأشخاص، مراجعات في... شوف، النفس الثوري هو الذي سيكسب المعركة. كل هذه المعاهدات والمواثيق اللي قاعدين يعملوا فيها، شكون قاعد يعمل فيها؟ ثوريين؟ ليسوا ثوريين. شكون كيف اختاروا بعضهم الاشخاص هذول؟ كمال جندوبي ومحمد وعلي وفلان، شكون هم هذول؟ ماذا فعلوا لمقاومه الانقلاب ولتحريك النفس الثوري عند الشعوب؟ هذا ناس مدفوعين من فرنسا، يحبوا الحل لفرنسا اللي هو اقعد انت عارض قيس مش نبتز قيس. ليست معارضة حقيقية لإزاحة قيس، هذا أنا يقول الشعب توفيق به، والعباد فائق والأحزاب فائقة، كان مش القيادات فائقة، رأي القواعد فائقة، رأي القواعد فائقة والقيادات. هذا الحلول الوسطى والارتماد في أحضان الخارج وفي أحضان فرنسا ما عادش راضين بيه. نحن حلنا هو الشعب، هو الحل الوحيد هو الشارع، ونحن شعارنا في الحراك الثوري الشارع هو الحل، وحراك ثوري سلمي، والشارع هو من سيزيح قيس سعيد. لا مواثيق ولا تحت الطاولة، ولا فرنسا تملي علينا، ولا أمريكا تملي علينا، ولا إيطاليا تملي علينا، ولا الصهاينة يمليوا علينا. هذا ناس يلموا بعضهم يختاروا سكون ويحطوا. أنا وقت ما نشوفش وجوه ثورية في أي حاجة لا أعتد بها ولا أعتبرها موجودة وأعتبرها خاينة، وأن يقول خاينة لأنه أول حاجة تشوف شكون الرجال اللي وقفت ضد الانقلاب، شكون اللي أعطات دمها ضد الانقلاب، وشكون اللي دافعت واللي ما كانتش تغيب في حتى محطة ضد الانقلاب. أما وقت ما يجيش حتى الاتصال بالأشخاص هذه ونعملوا مجموعة لايت كلها بالذرة تكون كلها بيوعة فرنسا، وقتها أنا نحط نقطة استفهام. والمعركة مش معركة، ليس تخوين يا أستاذ بشر، تتورط في تخوين يعني أطراف سياسية. أنا أتورط في تخوين؟ تو الخاين ما يخافش والراجل يخاف؟ أنا أسأل أستاذ، لأنك معطيات، أنا أسأل ونحن في المباشر أستاذ بشر. علاش في المباشر؟ علاش هذا وسع الطبقه وقت تحكي مع الناس كله والناس ما تحبش تدخل معاك؟ وقت نقول لك راهو سمعنا، اما وقت تعملوها في بيوت مظلمه وخفيه وتعتبروا انتم انفسكم كانكم انتم كذا، انتم حد شيء، انتم اللي هدمتوا البلاد ودخلتوا معاكم ناس مسجونين باش تعملوا شرعيه لانفسكم، خيام ولا رضا بالحاج اصدقائي ولا جوهر بارك، برا من هذا الوعد. انتم ناس البرة المفروض تاركوا كل الزعامات اللي في الخارج من عبد الرزاق الى انت ماشي، ما عندهم حتى علم بالحكايات، ما عندهم حتى علم. كل السياسيين والناس كل هذه امر دبر بليل، نحطوه على الطاوله ونحكيه. وضح لنا اكثر، لانه استاذ بشر ما هو الامر الذي دبر بليل؟ اكثر توضيح رجاء. الميثاق هذا والعهد واللي باش يعملوه والاحزاب وكل هذو الناس ماهيش قبلتك، هذوما ناس عاتينهم، هذوما الناس اللي دعوا للمشاركه، هذوما الناس اللي يحبوا يعملوا ميثاق مليتوا عليهم فرنسا وعملوا مجموعه، وانتم وقيس كيفاش تعملوا طيعوه وعملوا مجموعه، يقعد المجموعه هذه يبتزوا بها قيس سعيد ويبقى قيس سعيد. لا تتحرك تو نحرك لك الجماعه هذوما، هذوما لا هم باش يسيحوا قيس سعيد ولا قيس سعيد مش يعطيهم حاجه. ها قيس سعيد مش يعطي لفرنسا في مقابل يسكت هذوما وقت اللي حاجتهم بهم يتكلم، وقت اللي ما حاجتهمش بهم يسكت. هل انه مقاومه قيس سعيد تو
بعد هل تجاوزت كل تصريحات خطيره استاذ بشير صراحه. اي خويا تصريحات خطيره وتلزمني ونقولها وانا نقول فيها في التلفزه نقول فيها في التراك. انا ما نتكلمش في التراك، انا نتكلم في فضاءات بعد الناس كله قدام اي شخص يجي وجهه. ويبقى حق الرد مكفول طبعا، هذا ما اقدر عليك مباشر. نعم الرد وردي انا زاد مكفول على الرد. انا نقول اللي قيس سعيد الذي استولى على السلطه التنفيذيه والسلطة التشريعية والسلطة القضائية والهيئات الدستورية الغار، هذا الشخص ستتعامل معه بالقضاء وبالسياسة وبالواحد، هذا ستتعامل معه بالشارع وبش يوصل راه قيس سعيد. أنا ما نهنيهوش لأنه سيسقط قريبا عام عامين، ما عادش ينجم يقاوم لأنه الأرقام الحقيقية عطات الهاشمي الزمال الرئيس الشرعي المفروض راهي تونس كل يوم تقول راهو العايش الزمال هو الرئيس الشرعي لتونس. وقيس سعيد هو مغتصب. العايش الزمال تقصد؟ نعم. اي العايش وقيس سعيد هو مغتصب منصب الرئاسه في تونس ومغتصب قصر قرطاج، هذا الواقع اليوم. هذا مش قلت وين، هذا الهبه اللي قامت الشعبيه والناس المساكن اللي لعبوا بها مشات تشارك على اساس نحن في دوله ديمقراطيه ودولة حريات باش نجيو نطيحوا قيس بالصندوق. وهذا هو معناها السذاجة السياسية. كيف لشخص جاب دبابة وضع جميع خصومه ظلما وبهتانا وجميع معارضيه وجميع حتى أصدقاء معارضيه، مش معارض وأنت صديق ويحطك في الحبس، كيف له أن يسلم السلطة بانتخابات؟ كيف له؟ هل عندك مؤسسات أنت حميتك؟ كان حميتك رايح مات البارح، اذا المؤسسه العسكريه باش تحمي رايح مات البارح، ما نحاتش دستور شرعي بفصل غير شرعي فصل 80 وما سكرتش رئاسه الحكومه وما نحاتش الحكومه. كان عندك بابا نظام شرعي راه قضاة ما حاتوش. نعم يعني ملخص الفكره استاذ بشر واضح انه هذا هذه السلطه اغتصبت كل الحقوق، صعب جدا ان تمحك هذا الحلم الديمقراطي طالما ان الامر محسومة من سابقة. ثم زميلنا الصحفي صالح عطية حتى نختم. شهادة للتاريخ هذا قلناه عنا مدة. نعم نعم صراحة صريحة. فقط قبل أن أعطي كلمة ختامية وبسريع عن سي علي، زميلنا الصحفي صالح عطية في تدوينه فقط سأعطيك باش الكلمة، يقول هذه النتيجة هي حاصلة الخيارات الخاطئة صلب الطبقة السياسية طيلة أكثر من 10 سنوات اللوم بعد القضاء بدعه. نعم انهي استاذ بشر قبل احيي الكلمه النهائيه سي علي، تفضل سي بشر. تمنيت راه صديقي واخويا عبد الوهاب راه حاضر لانه استضفناه وكان وعدنا بكلمه سنكون من الاخير ان شاء الله غدوه ان شاء الله غدوه. رانا ماناش مختلفين، راه كلكم تجيو للشارع والحل والحركه الثوري يا اخويا عبد الوهاب، نعرف انت دفعت على الفكره ودفعت عليه بالصدق وما معناه انت صادق وماكش خاين وصادق، انا نعرف عبد الوهاب معناه دافع بشراسه على المشاركه، لكنه كان تغيب عليه حاجات، ولكن توا اخوه انا قلت لهم معناه ونحن الوحيدين الحركه الثوري اللي عملنا وقفه يوم الصمت اللي هي كانت يوم 5 كنا يوم صمت انتخابي نحن ما ساكتين وكنا نتصور هذه النتائج، وكنا راهو نهار 7 لوقيان تاع المقاطعه والمشاركه باش يتلموا في نفس المكان. نعم واضح الفكره، واضح الفكره يا استاذ بشير. نعم يقاوموا الديكتاتور مع بعضهم وهذا لا يفسد الود محبه. ان شاء الله هذا اللي يتم استاذ بشير، ان شاء الله يعني تكون هذه قراءه هادئه.